السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم بنكمل موضوع رسم جسم الانسان وبطريقة جديدة، ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. يلا بينا. زي ما شفنا في الاول، الصورة بتاعت الرسمة عبارة عن رسم كاريكاتير جسم الانسان، بس على شكل كاريكاتيري شوية، لكن هو بيعتمد اعتماد كلي على الخطوط الرئيسية في جسم الانسان، سواء كاريكاتير او رسم طبيعي. انا بكمل زي ما انتم شايفين كده، بكمل الخطوط الرئيسية بتاعت الرجل. طبعا دي كلها اللي انا هبني عليها بعد كده الجسم بتاع الانسان في الرسمة التانية والتالتة، وهنشوف مع بعض. انا بكمل بعمل برضو الدايرة، بعتمد عليها برضو اللي هي الرأس الانسان، وبعد كده بقسمها طبعا اللي هي المحور بتاع المنتصف، وبعمل زي العمود الفقري بتاع الجسم الانسان، وبعد كده بعمل الجزء بتاع الكتف او الصدر زي ما انتم شايفين كده انا بعملها. طبعا هبدأ اشتغل جزء تاني كمساحات، استخدم المساحات وابني عليها المحاور بتاعة جسم الانسان، سواء الذراعين او الرجلين زي ما انتم شايفين كده. هنا برضو انا بعتمد في الرجول بتاعة الجسم، برضو بعتمد على الخط الرئيسي اللي هو كان في الرسمة الاولى، وبعد كده ببني عليها سواء الجسم في شكله الطبيعي، بعمل بعض الإضافات عشان يظهر بشكله الطبيعي. بكمل هنا الشكل الثالث اللي هيكون في جسم الانسان، هيكون كامل بملامحه، سواء لابس الملابس بتاعته او الملامح بتاعه الوجه والجسم نفسه زي ما انتم شايفين كده. انا هبدأ اشتغل على الخطوط اللي هتظهر جسم الانسان الطبيعي. هو طبعا هيكون مايل للرسم الكاريكاتيري شوية، لكن الأساس بتاعه أساس واحد اللي هي الخطوط الرئيسية بتاعت جسم الإنسان. زي ما انتم شايفين كده انا بكمل الملامح الطبيعية بتاع جسم الانسان، سواء الكف بتاع الايد او الذراعين نفسهم، او زي ما انتم شفتوا في الوجه بتاع الانسان، العين والفم والانف. وبعد كده بكمل رجل الانسان عادي جدا وكأنه لابس الملابس بتاعته، وبعد كده برسم الرجل بتاعته او القدم سواء لابس الحذاء بتاعها، يعني يعتبر الشكل كامل من كل شيء بشكله الطبيعي، بس هو شكل كاريكاتيري شوية، لكن احنا لو بصينا هنلاقي ان كل الخطوط بتعتمد على الشكل الاول، وبنبني عليها الجسم نفسه اللي احنا عايزين نرسمه. هكمل مع بعض، وبعد كده هبدأ اجيب القلم الاسود وهبدأ احبره عشان يظهر معاكم اكتر في الفيديو زي ما انتم شايفين كده.
واتمنى ان شاء الله تستفيدوا بالدرس ده والدروس اللي قبل كده في رسم جسم الانسان، وتتعلموا منها ازاي تعرف ترسم جسم انسان بالنسب بتاعته والملامح بتاعت الجسم نفسه. وبكده الدرس انتهى، واتمنى يعجبكم وتستفيدوا منه، واشوفكم ان شاء الله في درس جديد من دروس الرسم والفنون التشكيلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.